السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة في شرح جديد. النهاردة فريق الـ EFT Pro نزل تحديث جديد على واجهة الـ EFT Pro. التحديث النهاردة بيدعم إزالة نمط قفل شاشة وحماية أوبو A5S. التحديث جميل جدا ومجهود جميل جدا من فريق EFT. يلا بينا على طول نبدأ الشرح ونشوف ازاي نقدر نتخطى حماية وقفل شاشة بتاع EFT Pro على اوبو A5S. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، وكيفية ازالة حماية اوبو A5S على واجهة EFT Pro التحديث الجديد من EFT. هنفتح واجهة الـ EFT Pro بالطريقة الطبيعية زي أي طريقة، وطبعا نتأكد ان احنا على 3.2.2، ده أحدث إصدار. بعدها بندخل على واجهة الـ MTK بالشكل ده. بنلاحظ ان في حاجة اسمها Meta Operations، آخر حاجة هنختارها بالشكل ده. هيظهر معانا اسم الموديل بتاع الجهاز المدعوم معانا وهو اوبو A5S. هنعلم على الجهاز بالشكل ده. طيب هنوصل الجهاز ازاي على الواجهة دي؟ كل اللي هنعمله هنا اننا هنفصل الجهاز باور نهائي، يعني هنقفل الموبايل خالص، وبعد ما نقفله هنضغط على زرار رافع الصوت زائد زرار خافض الصوت ونوصل الكابل. يعني احنا نفضل ضغطين على رافع الصوت وخافض الصوت ونوصل الكابل الواصل بالكمبيوتر، وطبعا يفضل ان يكون كابل اصلي علشان تتم العملية بنجاح. بعد ما نوصل الكابل بالموبايل واحنا ضغطين على رافع الصوت وخافض الصوت، بيدخل الجهاز معانا على وضع الميتا مود، وطبعا كلنا عارفينه. بعدها بنضغط على كلمة استارت، وبكده بتتم العملية بنجاح وبيتم فرمطة الجهاز، مفيش اي مشاكل نهائي. طبعا لو في اي مشكلة او اي خطوة وقفت عند اي حد تقدروا تكتبوا لنا في التعليقات وهرد عليكم باذن الله. بكده يكون شرحنا النهاردة انتهى، وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.